بسم الله الرحمن الرحيم. عملت جمعية النوادرات الخيرية خلال السنتين الماضيتين لتطوير رؤيتها بحيث توسعت في الأنشطة الاجتماعية من خلال تأسيس مجموعة من المراكز، من بينها مركز المرأة الخيري ومركز مدى الشبابي ومركز رعاية الوالدين. أيضا خلال السنتين الماضيتين عملنا على تطوير دليل للمساعدات الخيرية، مما أدى إلى تنظيم هذه المساعدات وتطويرها والتوسع فيها. أيضا طبعا نحن ندعو الأهالي من ذوي الكفاءات للتقدم للترشح لعضوية مجلس إدارة جمعية النوادرات الخيرية، لأنه بوابة لعمل الخير، ولأن هذه الجمعية بمجلس إدارة قوي ستؤدي إلى تقديم خدمات أفضل لمجتمع القرية. اللجنة الاجتماعية هي العمل الفقري أو عصب ما يقال في المؤسسة الخيرية، وهي عادة تقوم من مهامة اللي هو تحديث بيانات الأسر وبحث طلبات المرضى والزواج والبناء والترميم، بحث المساعدات الطارئة وبحث حالات الأرامل والأيتام. طبعا أنا أناشد أهالي القرية الكرام على حضورهم في هذه المؤسسة والعمل، خاصة نحن الآن مقبلين على انتخابات جديدة، ونأمل إن شاء الله من الأخوة والأخوات المشاركة الفعالة في بناء هذه المؤسسة، ونأمل مشاركة كفاءات جديدة حتى نرتقي بهذه المؤسسة إلى بر الأمان وإلى المستوى المطلوب وإلى الاهتمام الكبير بالقرية وأهلي. طبعا نحن في اللجنة التعليمية نهتم بالجانب التعليمي، بالطلاب، بالطلبة الجامعيين، بكل ما يخص التعليم وكل ما يخص بشؤونه نحن نرعى. لذلك ندعو أهالي القرية الكرام للترشح والترشيح والمشاركة في هذه الانتخابات التي ستدعم الجمعية الخيرية وتنطلق في حلة جديدة إن شاء الله. آبائي، إخواني في قرية النوادرات العزيزة، هذه جمعيتكم، جمعية النوادرات الخيرية، تدعوكم إلى الترشح. بلا شك وبلا ريب هناك كفاءات قادرة على القيادة لهذه الجمعية للمرحلة القادمة. أيضا نستطيع القول أن القرية تزخر برجالات هم على قدر من المسؤولية وينظرون إلى الجمعية بأنها جمعيتهم وأنها تمثل هذه القرية التي كانت من الأوائل في التعليم ومن الرواد في جميع المجالات. فحياكم. أطلب من أبناء القرية المشاركة في الانتخابات سواء من خلال ترشيح أنفسهم أو بالحضور إلى ترشيح الآخرين يعني. وإحنا كلنا أمل في قريتنا العزيزة إن شاء الله يشاركون في هذا الحدث.